قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الأمر وعلى هذه الخصيصة، قال: وجهال الأئمة، يعني أئمة المساجد، يداومون على أمر ويفعلون أمرا، ما هو؟ قال إنهم، هذا في عصره، قال إنهم يقرؤون جزءا من هذه السورة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرؤون جزءا من السورة الأخرى، أو أنهم يكتفون بسورة واحدة فينصفونها بين الركعتين، وهذا ليس من السنة، يعني ليس واردا. إما أن تفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا تقدم على مثل هذا، لأنه ليس المقصود أن تقرأ آيات فقط من هذه أو من تلك، أو أن تنصف السورة، لا. ولذلك حتى بعض الناس ذكرني كلامه رحمه الله بحال بعض أئمة المساجد في صلاة الفجر يوم الجمعة، ماذا يصنعون؟ يقولون: حتى لا نثقل على الناس نقرأ بسورة السجدة فننصفها بين الركعتين. هذا ليس من السنة. أو أنه يقرأ بعض الآيات من سورة السجدة في الركعة الأولى وبعض الآيات من سورة الإنسان في الركعة الثانية، أيضا هذا ليس من السنة وليس وارداً.